ولذلك أنا كل ما أقرأ الآية ما كان محمد أبا أحد من رجالكم بقول الحمد لله إن النبي مش أبويا. اللي قاعدين يقولوا ليه كده؟ ده احنا كلنا نتمنى ان النبي يكون ايه؟ ابونا؟ لا 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 لا، انا بحمد ربنا ان النبي مش ابويا. ما كان محمد ابا احد من رجالكم. عارف ليه؟ 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 لانه لو ابوه هيجي منك يوم القيامة، يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته زوجته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وعلى فكرة عشان اوضح الكلمة دي، شوف ربنا قال له امسك عليك، رد علي ها زوجة. ليه ما قالش مراتك؟ الفرق بين زوجتي ومراتي وصحبتي في القرآن الكريم، مراتي قولها يا بالحق يا اللي قاعد، اذا كنت مختلف الديانة عن زوجتك، يعني واحد مسلم اتجوز واحدة نصرانية يقول عليها ايه؟ مراتي. ما يقولش عليها زوجتي. ولو اتعكس الامر الراجل هو اللي نصراني طيب البلاد اللي بره وخد واحده مش حامه يقول عليها مراتي ما يقولش زوجتي. اختلاف الدين يخليك تقول مراتي، اوعى تقول زوجتي. مين اللي قال كده؟ تعالى لسوره التحريم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط. نوح ولوط انبياء، نسوانهم كفرت بامراته. طب اتعكس الامر. وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون. ولو مراتك ما بتخلفش قول عليها مراتي، لو ما بتخلفش قول عليها ايه؟ مراتي. لما الملائكة بشرت سيدنا زكريا رد عليهم قال أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامراتي نقول عليها يا رجالة مراتي. طب لو حملت وجابت لك ولد قول عليها زوجتي، ما تقولش دي مراتي، قول عليها ايه؟ زوجتي. مين اللي قال كده؟ تعال نقرا الايات. لما سيدنا زكريا دعا ربنا فاستجبنا له. المشايخ فين؟ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له. ادم خلفت ما قالش مراته واصلحنا له ايه؟ اذا انقطعت العلاقة بينك وبينها مفيش علاقة لا ايمان ولا كفر ولا جواز ولا عقد، بقت صاحبة. يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وفي عهده. ده انت في الخيانة. هو في ايمان ولا كفر؟ ده انت بعيد وهي بعيد. التاء الاولى تصافحوا، التاء الثانية تراحموا، التاء الثالثة تخلقوا. لما جبريل اخبر النبي ان هيتجوز زينب بنت جحش النبي كتمها في نفسه ومرضيش يقولها لحد، مرضيش يقولها لحد. وكل ما يجي زيد بن حارثة يا رسول الله تعالى اصلح لي زينب غضبانة يروح يقول له امسك عليك زوجة واتقي الله، يعني اتقي الله بجبرك وما تزعلهاش ايه. شوف ربنا قال ايه؟ وتخفي في نفسك ما الله مخفيه. ده انا هنزله في القرآن يا محمد.
تخشاه. طلقها زيد، ولما طلقها زيد عيط دموع دم دم دم، وراح للنبي قال له تعالى رجع لي زينب. فراح النبي لزينب قالت له يا رسول الله شفاعة ولا عمر؟ شفاعة ولا عمر؟ قالها ليه انت ايه السؤال ده؟ قالت فإن كان عمرا فأول امرأة تنفذ أوامر الله. إذا قضى الله ورسوله مش هقدر اقول لك لا. وإذا كانت شفاعة فأقول لك لا وألف لا. لا 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 لا. فلما قضى زيد منها وطرا، يعني انتهت العدة، زوجناك. انا عايز اللي قاعد يصلوا على الرسول. في راجل عشان اختم الكلام ده، احنا قلنا اول تق ايه؟ تصافحوا، تراحموا، تخلقوا. طب انا اقول لك معلومة للمشايخ اللي قاعدين. يا مشايخ انتوا حافظين كم قرآن؟ ما تردوا عليا، حافظين كم قرآن؟ لا ده قرآن واحد. احنا حافظين كم قرآن؟ رد عليها من ناصر. قرآن واحد؟ للأسف احنا عندنا قرآنين. عندنا